Kudus sanullah,
Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and always, and forever and ever. Whose praise is everlasting, and whose mercy
is immeasurable, and whose love for mankind inexpressible, you, O Lord, we implore, shed the light of your mercy upon us and upon this holy house. Let your mercy and compassion be generous unto us and to all the people here praying with us. For to you all glory, honor, and worship are due, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and always, and forever and ever. O Joseph, O
proclaim to David, the ancestor of Christ our God, the great miracles you have witnessed. You have seen the Virgin with child, given praise with the shepherds, adorned with the wise men, and the angel of the Lord has appeared to you. Intercede with Christ God, that he may save our souls. التي لا تخزى وواسطتهم الدائم لدى الخالق لا تردي عن أصوات الخطاة طالبين إليك Gracias.
الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصا. أدبني الرب تأديبا وإلى الموت لم يسلمني. الرب قوتي وتسبيحي، لقد كان لي خلاصا. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، يعلم إله وأبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الدهور أني لا أكذب. كان الحاكم بدمشق تحت إمرة الملك الحارث يحرس مدينة الدمشقيين مريدا أن يقبض علي، فدليت من قوة في زنبيل من السور ونجوت من يده. إن الافتخار لا يفيدني، فإني أنتقل إلى رؤى الرب وإيحاءاته. إني أعرف إنسانا في المسيح اختطف إلى السماء الثالثة منذ 14 سنة أفي الجسد لست أعلم، أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم. وأعرف أن هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، قد اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات سرية لا يحل لإنسان أن ينطق بها. فمن جهة هذا أفتخر، أما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بأوهاني، فإني لو أردت الافتخار لم أكن جاهلا لأني أقول الحق، لأني أكف لئلا يظن أحد بي فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أستكبر لسمو الإيحاءات أعطيك شوكة في الجسد. ملك الشيطان ليلقاني لئلا أستكبر، ولأجل ذلك طلبت إلى الرب 3 مرات أن تفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي تكمل في الوهن. فبكل سرور إذن أفتخر بالحري بأوهاني لتستقر علي قوة المسيح. السلام لك أيها الأخت الطارئة ولكهفة الشعب. هللويا هللويا هللويا. ليستجب لك الرب في يوم الضيق ليعدوك اسم إله يعقوب. هللويا هللويا هللويا. يا رب خلص الملك واستجب لنا يوم ندعوك. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا،
ولكن بكلمتك ألقي الشبكة. فلما فعلوا ذلك حاسوا من السمكة شيئا كثيرا، فأخذت شباكهم تتخرق، فأشاروا إلى شركائهم الذين في السفينة الأخرى أن يأتوا لنجدتهم. فأتوا وملأوا السفينتين حتى كادتا تغرقان. فلما رأى ذلك سمعان بطرس خر عند ركبتي يسوع قائلا: ابعد عني يا رب، فإني رجل خاطئ. فإن الذهول قد اعتراه هو وجميع الذين معه بسبب صيد السمك الذي أصابوه، وكذلك يعقوب ويوحنا ابن زبدة اللذان كانا شريكين لسمعان. فقال يسوع لسمعان: لا تخف، فإنك من الآن تكون صيادا للناس. ولما بلغوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوه حقا. بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. إخوتي، راح أقرأ عليكم أولا كلمة ابن ميشيل البكر، بيقول: 40 يوما مروا على رحيلك يا والدي، وأنا أدخل إلى غرفتك كل صباح لأشتم رائحة الإنسان الذي رحل وترك في قلبي وقلب عائلتي ومحبيه فراغا كبيرا ومساحة لا أحد له المقدرة على إملائها. لكنك تركت يا والدي إرثا كبيرا من الغطاء والمحبة، إرثا كبيرا من الأعمال الصالحة والإيمان بالمسيح، إرثا كبيرا من المحبين الكثر الذين أحاطونا مشكورين بمحبتهم. ولك أنت وحدك الفضل بتلك المحبة والإحاطة، لأنك كنت السباق إلى مشاركة الجميع بالأفراح والأطراح. أعدك يا والدي بأننا سنتابع ما عملت به وما ربيتنا عليه، وسيبقى منزلك مفتوحا للعطاء وللمحبة والمشاركة لكل من هم حولنا، وستبقى ذكراك العطرة فيه إلى جيل فجيل. لك يا والدي الرحمة، ولكم جميعا إخوتي طول
طول العمر والبقاء. أبائي الأجلاء، إخوتي وأخواتي أيها المؤمنون، نجتمع اليوم في هذه الكنيسة المقدسة لنقدم الذبيحة الإلهية ونرفع صلاة الشكر والتسبيح لله الآب مع الوالد ميشيل حداد الذي انتقل عنا إلى ديار الرب على رجاء القيامة بمناسبة مرور 40 يوما على انتقاله عنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الأبدية الخالدة في بيت أبينا السماوي. يا إخوتي، نجتمع اليوم وإيماننا قوي وثابت بقوة اللاهوت التي حققت قيامة المسيح، إنما عملت هذا لأجلنا نحن، ونؤمن أن قوة القيامة تتجه إلينا نحن البشر كي تقيمنا وتصعدنا إلى السماء وتجلسنا إلى يمين الآب. إخوتي، كل ما عمله يسوع بالجسد من أجلنا نحن عمله، والذبيحة الإلهية التي نقيمها اليوم هي نفس ذبيحة الجلجلة مع فارق الشكل، فالمسيح هنا يقدم نفسه ذبيحة حية تحت أعراض الخبز والخمر، وهو يسوق الرباط المقدس الذي يجمعنا مع الوالد ميشيل وكل الذين سبقونا إلى ديار الرب. هم الكنيسة المنتصرة التي وصلت إلى بر الأمان، ونحن الكنيسة المجاهدة الساعين لنصل إلى بيت أبينا السماوي. إخوتي، غاية القداس أن يستمر الفداء، واجتماعنا اليوم أيضا هو فعل محبة ووفاء لذكرى والد عزيز على قلب زوجته وأولاده، 5 شباب و3 شابات. فكان الوالد ميشيل مثال العبد الأمين الذي ائتمنه الرب على الوزنات، رعاها بأمانة فأثمرت وأينعت شبابا وشابات خدموا الكنيسة والمجتمع بكل نشاط، وألفوا بدورهم عائلات مسيحية صالحة مشهود لها بالإيمان والاستقامة. هذه الخصال الحميدة التي زرعها الوالد في نفوس أولاده بمثله الصالح وتعلقه بكنيسته، كان الوالد ميشيل عضوا عاملا في كنيسة الرب يسوع وعضوا مؤسسا وعاملا نشيطا في أخوية سيدة البشارة لأكثر من 50 سنة،
وكان تعلقه بأمنا مريم العذراء والدة الإله وتكريمه الفائت لها أنه اتخذ عيد رقاد وانتقال العذراء مريم في 15 آب عيدا دائما لعائلته عليه مصاريف الكنيسة استقبال رجال الدين في بيته مع جميع أفراد العائلة. أما حضور القداس أيام الآحاد والأعياد كان واجب مقدس، وتتميمي لوصايا الله خصوصا وصية أكرم أباك وأمك لها الأولية في حياتي حتى قبل العائلة، كان راضخا لمشيئة الله رغم الصعوبات والآلام التي تعرض لها في أيامي الأخيرة. إخوتي، تحلى فقيدنا بفضيلة الأمانة، وعندما طلب منه ابنه الأب سمير أن يذهب إلى الدير شجعه وقال له: يا ابني، لا أريدك أن تأكل من مال الدير ثم تعود. إذا كان عندك الدعوة عليك أن تمضي إلى النهاية. وهكذا صار، وقدم ابنه سمير كاهنا لخدمة كنيسة الرب وشعبها المؤمن. ويحكى أيضا عن أمانته أنه كان ذاهبا إلى العمل، وجد في الشارع كيسا مملوء بالمال مع محفظة مليئة. حاول أن يرى صاحب المحفظة والكيس، لكن الشارع كان خال من المارة. دفعته الأمانة أن يعلن أن كل من يعرف هذه الأمانة، وطلب أيضا من شيخ الضيعة أن يعلن أيضا هو حتى يهتدوا إلى صاحب الأمانة. وفعلا عرف صاحب الأمانة وقدمها له، ولم ينقص منها قرش واحد. والله يسوع المسيح كافأه على أمانته وفتح له أبواب العمل على مصراعيه. فيحق لك يا أخانا ميشيل أن ترتاح الآن وتنال المكافأة والإكليل الذي وعدك به مخلصنا يسوع المسيح. اليوم أنت تعاين الله وجها لوجه، فهنيئا لك. نسألك أن تصلي لأجلنا وتذكر أولادك وعيالك الأب سمير وعائلته والأخ وسام بسام وعائلته وكل أولادك وعيالك، وأن تصلي للسلام في وطنك وكل بلاد الشرق الأوسط. والإنجيل اليوم يا إخوتي بيحكي لنا عن إنه يسوع
صعد إلى سفينة بطرس وواجه الشعوب المزدحمة حوله وبدأ يشرح لهم ما يختص بملكوت السماء. لما خلص حديثه طلب من بطرس وقال له تقدم إلى الغمق وألقوا شباككم للصيد. قال له بطرس يا رب تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا. مسكين الإنسان هل بيتكل على نفسه ولا يتكل على نعمة الله. لنصغي يا إخوتي ونسمع كلام يسوع اللي بيقلنا بدوني لا تستطيعون شيئا. إن الغصن لا يأتي بثمر إن لم يثبت في الكرمة. وبيرجع بذكرنا وبيقول أنا الكرمة وأنتم الأغصان. إخوتي الاتكال على الله هو القوة، هو الغنى، هو الأمان، هو السلام. مع الرب نستطيع أن نتغلب على كل صعوبات هذه الحياة. مع المسيح نستطيع أن نحب الإنسان الآخر، أن نحدث، أن نعطي، أن نتواضع. لكن لا بد لنا من الطاعة. قال بطرس لكلمتك ألقي الشبكة. بدنا نتعلم نحن كمان ونقول لتكن مشيئتك يا رب. شو كان نتيجة طاعة بطرس للرب؟ صيد كبير. طلبوا مساعدة رفاقهم وتقاسموا الخيرات معا. إخوتي يسوع بده يوصل مع كل إنسان إلى هذه النقطة. الرضا والقناعة والمساعدة وإشراك الآخر في الخير الذي نحصل عليه. وكانت معرفة قدرة يسوع مع الرسل أنهم تركوا كل شيء وتبعوه. المعرفة يا إخوتي هي أساس المحبة. نحن اليوم مدعوون لمعرفة يسوع ومعاشرته. بدنا نبني صداقة معه، بدنا نتحد ونتحدث معه، نطلع على أعماله، على حياته، على تعاليمه من خلال الإنجيل المقدس. الإنجيل هو يسوع عايش معنا. إخوتي بدنا نتعلم من إنجيل اليوم أن نشارك الآخرين بخيراتنا، أولا مع عائلاتنا، مع أولادنا، وبتمتد الشراكة إلى كل إنسان. ما أجمل العائلات التي تأتي إلى الكنيسة مع أولادهم. يجلس الأولاد على مقعد واحد بين الأب والأم وبيشتركوا بخبرة الأهل الإيمانية. الأولاد بيتعلموا من الأب والأم أولا خبرة الإيمان. وهكذا يا إخوتي تنمو كنيسة المسيح وتمتد وتجمع أولادها بين جدرانها حتى يسمعوا
كلمة الله ويعيشوها. لنصلي اليوم يا إخوتي ونطلب من الرب ونقول: أعطنا يا رب عائلة مسيحية ملتزمة. آمين. عزتك كل حين نرفع إليك المجد أيها الآب والابن والروح القدوس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين.
في ملكوت السماء كل حين لنا وكل أوان وإلى دار الدارين. كما نذكر أيضا على هذا القربان إخوتنا ميشيل حداد، فيليب زيادة، يوسف عبد الله، حنا ونخلة غرزوزي، نطلب من الله إنه يعطيهم النعمة ويكونوا في أحسن حال في ملكوت السماء. آمين. And also I would like to pray also today for all our fathers that they are in heaven, for all our dad, and also for us to open our eyes to see that we spend a little time with them. And if we not see them from long time, to run away and see them and hug them. God, I ask you to bless my dad, Michelle, to forgive his sin. Also, I would like to remember in our prayer today all the authorities in Australia, especially our friend David, Nazir, and their families, and all the people in charge of the parties, that our lead, to lead the groups, to lead all the people around us for a better Australia. God, we ask you to bless Australia, our authorities, our leaders, to bless the people here present today. Your presence in our eyes is very precious. God, we ask you to give us through this holy mass your grace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, now and always and forever and ever.
لنكمل قصتنا جرا For the precious gifts here offered, let us pray to the moon. Lord God Almighty, who alone are holy, who accept the sacrifice of praise from those who call upon you with their whole hearts, accept also the prayers of our sinners, and bring us to your holy altar, make us fit to offer your spiritual gifts and spiritual sacrifices for our sins and for the fault of the people. Make us worthy to find the grace in your eyes, that our sacrifices may be acceptable to you, and that the good spirit of your grace may be then with us and with the gift he lay out, and with all your people, through the mercies of your only begotten Son, with whom you are blessed together, with all your holy, good, and life-giving Spirit, now and always, and forever and ever. إن شاء الله سلام هالمسبح يكون معنا جميعا المسير في الأمان. نتبادل مع بعض السلام. سلام المسير. Oh,
up, or rather, lifted himself up for the life of the world. Taking bread in his holy, spotless and blameless hands, giving thanks and blessing, sanctifying and breaking it, gave he to his holy disciples and apostles and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the remission of sins. Khudu fakulu, hadha huwa jasadi, alladhi yuksaru li ajlikum, li maghfirati al-khataya." كذلك الكأس من بعد العشاء قائلا: "Drink of this, all of you, this is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many, for the remission of sins. اشربوا من هذا كلكم, هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق وعن كثيرين لمغفرة الخطايا." Oh.
take a few seconds to pray in silence for our country, Australia, for all the authorities. We pray for our Pope Francis, our Patriarch, and all the Eastern Patriarchs, for all the bishops in Australia, especially our Bishop Roberts. We pray also for all the priests, nuns, deacons, and subdeacons, for all the people serving this altar, serving our communities, in the hospital, in the road, in the big factories, to save them, to bless their families, to protect their children. فإنهم لم يحنوها للحم ولا دم بل لك أنت الإله الرهيب فأنت إذا أيها السيد مهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة رافق المسافرين اشفي المرضى أرح الموتى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا. Through the grace and mercies and love of all mankind, of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your all holy, good, and life-giving Spirit, now and always and forever and ever. كلنا بقلب واحد وبنية طيبة أنه نطلب من ربنا الرحمة. اللهم
الشريف. ابن الله الحي الذي أتى إلى العالم ليخلص الخطا الذين عبروا عنه. وأظن أيضا أن هذا هو جسد الطاهر وهذا هو المسجد الكريم. فأطلب بذنبك أن ارحمني وتجاوز عما زلت به عندما أصابني بالقول أو بالفعل عن معرفة أو عن جهل. وأكرمني لأن أتناول بيدي اليمنى أسرارك الطاهرة لغفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. The servant of God calling to the body and blood of Jesus Christ. بمخافة الله وإيمان ومحبة تقدموا. آمين آمين. مبارك الآتي باسم الرب الرب والله وقد ظهر لنا. Amen.
Summer.
ارتفع اللهم على السماوات وليكن ملكك على جميع الارض. ارتفع اللهم على السماوات وليكن ملكك على جميع الارض. تبارك الله الهنا كل حين لنا وكل اوان والى دهر الجاهلين. اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطائرة الخالدة السماوية المحيي الرهيبة لنشكر الرب شكرا لائقا. نشكرك أيها السيد المحيي المحسن إلى نفوسنا لأنك أهلنا في يوم حاضر أيضا لأسرار السماوية الخالدة لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهرين. آمين. أخوتي في عنا العالمين يوم الثلاثة من الأغلال في عنا صلاة أخوية روح القدس وباقي الأخوات الرحبات وكل ما ضعنا المشاركة The Bible study is going to be in conjunction also with the Catholic University, so that he comes from there to do it for us here. So everyone is invited for to participate. You can apply for by contacting any one of us over here in the church, whether myself or Mira or John, or also Inas, so every one of us. Or you can apply online too, it's available. You can do it online. So everyone is invited. We are starting on 4th of October. So time is coming short for that. It's in Majlis, in Shakar Jamia. لمشاركتكم بالعصاء بوفاة والد الأمونة السنة. في رسالة خاصة من والد الأمونة السمير تتشكر الجميع دون استثناء أبناء الرعاية وكل اللي وقفوا مشان الأمونة السمير وخيه وخيه نبصان. الله يبارككم بتقلكم. وعندها شكر خاص والدة أبونا السمير وطلب خاص هي شكر لجميع السيدات اللي قدموا هالنعمة الرحمة. بعدين بناء على اتصالات كثيرة وأشخاص كثيرة بتدخل طلب وإنه يقدموا أكاديمة عزاء لوفاة والد أبونا السمير. فرح يكون في صليب هلا على الباب هون بدل أكاديمة رح يكون في تبرع للكنيسة. فبنتشكر كل شخص بحب يقدم شيء وربنا يكون حاط الفرح بقلوب وبيوت الجميع. شكرا. بركة الرب ورحمته تأتي وتحلان علينا بنعمته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. هللويا هللويا هللويا. تحيا نفسي وتسبحك واحكامك تعينني. هللويا هللويا هللويا. نفس في الخيرات تسكن ونفسه تشبع من خيرات بيتك. هللويا هللويا هللويا. بارك انت يا Oh,
We worship the Father, the Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in substance, and with the cherubim we cry out, Holy, holy, holy are you, O Lord.
صانع الإنسان وجابله، فنحن البشر من الأرض جبلنا، وإلى الأرض عينها نحن صائرون، كما أمرت يا جابل إذ قلت لي: أرض أنت وإلى الأرض تعود، حيث نحن البشر ذاهبون جميعنا متخذين منفاتا تسبحا هللويا هللويا هللويا. يا إله الأرواح والأجساد كلها، يا من وطئ الموت وأبطل قوة الشيطان ووهب الحياة لعالمه، أنت يا رب أرح في ديار القديسين عبدك ميشيل السابق رقاده في مكان نيل، في مكان راحة، في مكان نضر، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، وما أنك الإله الصالح والمحب للبشر، اغفر له كل خطيئة فعلها بالقول أو بالفعل أو بالفكر، لأنه ليس من إنسان يحيى ولا يخطأ، بل أنت وحدك منزه عن الخطيئة، وعدلك عدل إلى الأبد، وقولك هو الحق. لأنك أنت القيامة والحياة والراحة لعبدك ميشيل الراقد، أيها المسيح إلهنا، إليك نرفع المجد، وإلى أبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاؤنا المجد لك، يرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه كاملة الطهارة، والقديسين المجدين الرسل الجديرين بكل بنيه، وأبائنا الأبرار اللابسين له وجميع القديسين، وليرتب نفس عبده أخينا ميشيل المنتقل عنا في مساكن الصديقين، ويرح نفسه في أحضان إبراهيم، ويحصي نفسه مع الصديقين، بما أنه صالح ومحب للبشر فليكن ذكره أبدا، فليكن ذكره دقمة الرحمة في نهار الكنيسة، فنتمنى الكل مشارك بدون استثناء، كلكم مرعوبين.
من غربة الأمور
Hey, what's up?